السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة معلومة مفيدة. موعد مباراة الهلال السعودي القادمة بإذن الله تعالى في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا أمام بختكور الأوزبكستاني. مباراة الهلال السعودي القادمة أمام بختكور الأوزبكستاني هيكون معادها بإذن الله تعالى يوم الخميس القادم 17/9/2020. المباراة هيكون معادها الساعة 8 مساء بتوقيت مصر وليبيا والسودان. المباراة معادها الساعة 9 مساء بتوقيت السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وبلاد الشام، الساعة 10 مساء بتوقيت الإمارات وعمان، الساعة 7 مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، الساعة 6 مساء بتوقيت جرينتش وموريتانيا. مباراة الهلال السعودي القادمة أمام بختكور الأوزبكستاني في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا ستذاع على قناة بي إن سبورتس اتش دي 7 أو 7 والمعلق حسن العيدروس، وكذلك قناة الكاس الثالثة اتش دي. المباراة بإذن الله تعالى زي ما قلنا الموعد بتوقيت مصر والسعودية والقناة الناقلة والمعلق. أنا معكم محمد نور الدين من قناة معلومة مفيدة، أتمنى تشترك في القناة بضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مكتوب عليه اشتراك سبسكرايب، واعمل لايك للفيديو، ولا تنسى توقع نتيجة المباراة وكتابة ذلك في التعليقات. نراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.